مدرسة القرآنية تعلم أولاد المسلمين القرآن الكريم في الصباح وفي المساء، ففي الصباح يكتبون ألواحهم وفي المساء يحفظون ما كتبوه في الصباح، وهكذا طيلة الأسبوع. أما يوم الأربعاء أو عشية يوم الأربعاء كما حضرتم معنا، فنخصص هذه الأمسية لقراءة الحزب الراتب حتى يتعلم الأولاد القراءة الجماعية، وحتى يصدق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع في بيت من بيوت الله اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفت الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة. تعلموا مع الطالب ويعلمنا كيفاش نقرأ بالأحكام والتجويد أيضا، ولكن كما قلت بديت صح جاتي صعيبة، ومن بعد سهل لي ربي الحمد لله كلها. دوك راني في سورة النساء وإن شاء الله ربي يوفقني وإن شاء الله نكون من حاضرين 60. عندي 4 سنين باللي راني نجي للجامع وراني في الحسب 7. كل الأطفال اللي في ورد اللي يجوا يقرأوا وفي الصيف شما يقعدوش يلعبوا.